راح يكون شيء مهم كثير للاجئين، يعني راح يعطيهم دافع معنوي. انا حسيت يعني انه العمر هذا هو اكثر شيء يعني دمرت احلام الشباب فيه، احلام الطفوله، يعني فيه انه احنا طلعنا اصلا من سوريا كنا بانين احلامنا ومخلصين، فلما طلعنا هون دمرت احلامنا، ما كان في عندنا قدره انه نرجع نبني احلام من اول جديد. فهذا راح يعطي دافع طبعا كثير كثير. انا يعني اول ما جيت على المخيم مريت فتره اكتئاب وظليت يعني سنتين لحتى قدرت اطلع منها. هذا راح يكون دافع كثير كبير يعني انه للسوريين انه احنا نكمل، خاصه احنا جيل الشباب. يعني ان شاء الله موفقين يا رب، وخليكم قويين، وانتم املنا راح ترفعوا راسنا ان شاء الله بالاولمبيات، وخليكم قويين ما تخلوا اي شيء يوقفكم.